بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء الطلبة والطالبات، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الفضيل، وإن شاء الله بإذن الله ربنا يعدينا على خير من هذه الأزمة وباء كورونا إن شاء الله، ونعدي على خير ونرجع لجامعتنا ونرجع كل عملنا، وتكون الأيام القادمة إن شاء الله أفضل وأفضل بإذن الله. النهاردة بعد ما شرحنا في الكورس كله والمراحل تقييم الأثر البيئي للمشروعات، هنبدأ نقول تقرير تقييم الأثر البيئي لازم يحتوي على إيه محتوياته، وهنتناولها بالتفصيل إن شاء الله في هذه المحاضرة اللي تعتبر المحاضرة الأخيرة في الكورس بإذن الله. بالنسبة لمحتويات تقرير تقييم الأثر البيئي، أول حاجة بيكون لازم عندنا حاجة اسمها الملخص التنفيذي. إحنا هنقول المكونات ونبدأ كل مكون بعد كده نشرحه بالتفصيل، يبقى لازم يكون عندي الملخص التنفيذي للتقرير، وبعد كده عندي الحاجة والأهداف من هذا المشروع، إيه الغرض من المشروع ده وأهدافه إيه. تالت حاجة يكون عندي شرح كامل لجميع القوانين والإجراءات المتعلقة بهذا المشروع، القوانين والاشتراطات اللي هي صدرت متعلقة بالمشروع. بعد كده يبقى عندي وصف للمشروع وإزاي هيتنفذ، مراحل الانشاء والتنفيذ بتاعته هتتم ازاي. وبعد كده عندي مقارنة وطبعا لازم بعد كده اشرح كمان، يعني غير ان انا بقول الانشاء يعني وصف المشروع، عندي مرحلتين الانشاء وتنفيذ المشروع، وبعد كده بعد ما انفذه وانشئه بشغل المشروع، فبرضو التشغيل بتاعه يبقى لازم المشروع عندي ايه، المشروع ده ما يشتغل هيعمل ايه بالظبط. بعد كده عندي كومباريزون للبروبوزال والالترناتيفز، ان انا بقارن هذا المشروع بخيارات اخرى، يعني مثلا لو عندي مثلا مصنع اقول والله ممكن ان المصنع ده يشتغل بتكنولوجيات مختلفة او الاماكن بتاعته مكان المشروع نفسه. شرحنا انواع الالترناتيف مش هنعيدها تاني، هي عندكم بالتفصيل. فبنقول ان احنا بنقارن، بنقول والله افضل المقترح ده والخيارات الاخرى بتاعته مين افضل واحد، شاملة طبعا الخيارات ان لو المشروع ما اتعملش، شاملة أفضل واحد فيهم له أقل تأثير على إيه؟ على البيئة. طبعا لازم أوصف البروجكت سيتنج، يعني المشروع ده مكانه وعلاقته بالمشروعات الأخرى، وإيه السياسات والخطط اللي بتنظم طبيعة هذه المنطقة اللي أنا بقيم فيها هذا المشروع. وعندي بعد كده وصف للوضع القائم للبيئة، زي ما قلنا ان الوضع القائم للبيئة انا بوصفه وصف دقيق عشان ابقى واي حتى تغيرات ممكن تحصل في الوضع القائم للبيئة قبل تنفيذ المشروع برضو لازم اوصفها. طبعا زي ما قلنا قبل كده ان الوصف الوضع القائم للبيئة مهم جدا، عشان ان ممكن المشروع ده اوريدي في بارامتر معين مؤثر على كومبوننت معين من مكونات البيئة، وبالتالي لما يكون عندي رصد للقياسات بتاعته لما اجي اعمل المشروع ممكن يجي واحد يقول لك لا ده في قياسات اعلى من الستاندرد اللي هي الاشتراطات الموضوعه، فانت السبب ان المشروع بتاعك هو اللي عمل كده. لا، ده انا عندي اوريدي بيز لاين قبل ما انفذ المشروع عامل كل القياسات، عشان كده ممكن اقول ان قد يكون عندي قياس من القياسات دي قبل ما يتنفذ المشروع هو عالي في المنطقه اوريدي، وماليش علاقه انا بان المشروع هو اللي اثر في الكلام ده. بعد كده في عندي مراجعه للبابليك كونسلتيشن، عمليه المشاورة العامة، وطبعا بيبقى عندي لازم احط وجهات النظر بتاعتهم واهتمام بتوع اصحاب المصلحة في هذا المشروع، واقول ازاي ان انا خدته في الاعتبار، يعني ازاي ان انا خدت اراء العامة واصحاب المصلحة في هذا المشروع، وازاي ان انا خدت هذه وجهات نظرهم خدتها في الاعتبار في المشروع بتاعي. طبعا لازم من مكونات تقييم الاثر البيئي ان انا اكون عملت حددت المين امباكت الاثار البيئيه الرئيسيه، وما كانت هل هي اثار ايجابيه ولا اثار سلبيه ولها اضرار سيئه. طبعا هذه الاثار هي نشاه من المشروع لما انا اعمله، وطبعا بكون محدد خصائص هذه الاثار
وقلنا خصائص الاثار يعني ايه، وحددنا ونحدد برضو بعد ما حددنا الاثار ووضحناها في التقرير سواء سلبيه او ايجابيه وخصائصها، بنقول ما هي اجراءات التخفيف، اجراءات التخفيف من شده الاثار اللي قد تكون اثرها هيبقى ضار بالبيئه واعلى من الستاندرد المقرره. وكمان بنقول في التقرير بنشرح بعد تخفيف اجراءات التخفيف ما هي الاثار البيئيه المتبقيه، وهل هي اثار متبقيه بس وزن المسموح ولا خارج عن الاشتراطات المسموحه والستاندرد المسموحه. بعد كده بيكون في التقرير برضو عندي تقييم للسيجنيفيكانس بتاع الريزيدوال امباكت، انا بقايم اقول هل الريزيدوال امباكت دي فعلا قويه ولا قليله ولا مسموح بيها ضمن المسموح، تمام. وبنختار دايما وطبعا بنقيم، بنقول تقييم للاثار المتبقيه لكل الترنيتيف لكل بديل، وبنقول والله البديل ده ممكن يكون افضل بديل في البدائل الموجوده نظرا لانه اقل تاثيرا على البيئه. من المكونات الهامه جدا برضو ان انا يكون لازم عندي خطه الاداره البيئيه، خطه الاداره البيئيه شامله طبعا البروبوزد ميتيجيشن والمونيتورنج، ان انا عندي خطه رصد، اجراءات لخطه الرصد اللي هتتم في مراحل المشروع المختلفه سواء في مرحله الانشاء او مرحله التشغيل. طبعا خطه الاداره البيئيه بتترجم لاجراءات، ان انا عندي قياسات هعملها اثناء مثلا الانشاء، بيحصل عندي تلوث في الهواء واتربه كتيره جدا، بيحصل عندي نويز ضوضاء، حاجات كتيره جدا بتحصل. طب الحاجات دي انا مفروض ان انا اعمل لها قياسات متابعه على طول دوريه، وفين القيم بتاعتها؟ كل ده لازم موجود في خطه الاداره البيئيه، يعني بنترجمها لاجراءات سواء في مرحلة الإنشاء أو التشغيل عشان نطمئن أن هذا المشروع بالخطة الموجودة في متابعة دورية للقياسات المؤثرة على المكونات البيئية، وبالتالي إحنا نستطيع أن إحنا لو حصل إجراء غير متوقع وبدأ يديني وقست قياس لقيته بيبدأ يحصل أنه بيخرج عن المعايير أو الستاندرد، أبدأ أحلل المشكلة وأشوف إيه اللي حصل، قد يكون حصل حاجة معينة. فبالتالي خطة الرصد الذاتي بتخليني اتصرف تصرف سريع عشان ما يحصلش اي اضرار بيئيه. بعد كده عندي الملاحق اللي هي الابندسيز، بتحتوي على كل التكنيكال انفورميشن والطرق المستخدمه والمراجع بتاعتي، ولو عندي انا مثلا في المشروع الديزاين بتاعه لازم ارفقه في الابندسيز، وكل حاجه متعلقه بالمشروع، مثلا عندي تراخيص، تصريحات، قرارات طلعة خاصة بهذا المشروع برفقها، أي حاجة طلعة من أي جهة حكومية في مرحلة أولى لابد أن أنا أضعها مع الملاحق الموجودة الخاصة بهذا التقرير. بالنسبة للإكزيكاتيف أور نان تكنيكال سامري، المحتويات بتاعته هو عبارة عن إيه؟ ملخص التنفيذي، هو عبارة عن دراسة مكونات، دراسة تقييم الأثر البيئي كاملة بس ملخصة ببساطة، بشيء ملخصة في عدد بسيط من الورق عشان تدي فكرة كاملة عن كل الدراسة، زي ما بنقول برضو البروبوزل وإتس سيتنج، المشروع وأهدافه ووضعه ومكانه وعلاقته بالمشروعات الأخرى اللي حواليه، الترمز أوف ريفرنس، الشروط المرجعية للإي آي إيه واللي اتكلمنا عنها قبل كده، نتيجة البابليك كونسلتيشن، نتيجة مشاورة العامة أو المشاركة الجماهيرية، إيه هي برضو البدائل المقترحة اللي خدناها في الاعتبار وقارنا بيها وخدنا أفضل واحد فيهم، إيه هي الميجور إمباكت الآثار البيئية الرئيسية ومدى شدتها وقوتها، إيه البروبوزد ميتيجيشن ميجرز، ما هي الإجراءات التخفيفية اللي إحنا عملنا لها بلان خطة عشان نخفف من الآثار، ما هي الإنفيرومنتال مانجمنت بلان خطة الإدارة البيئية، وإني أذر كريتيكال ماترز، اي حاجات او قضايا او مشاكل حساسه لابد ناخدها في الاعتبار. ده بالنسبه للاكزيكاتيف اور نون تكنيكال سامري مكوناته. عندي ايه هي مدى الحاجه لاقامه هذا المشروع واهدافه. ثالث حاجه ايه الليجال اند بوليسي فريم ورك في وصف لكل القوانين والاشتراطات البيئيه التي لها علاقة بالمشروع بتاعي، يعني بمعنى لو أنا المشروع بتاعي بعمل فندق أو قرية سياحية يبقى كل الاشتراطات اللي وضعتها أول حاجة قاسم مشترك زي ما قلنا قبل كده قانون
البيئة قانون 4 للبيئة، والقانون ده قلنا اتكلمنا عنه قبل كده. القانون هو ده طبعا بينظم كل أنواع الأنشطة المختلفة، ولكن لما أجي أقول إن أنا بعمل مشروع سياحي يبقى معناها قوانين وزارة البيئة والقوانين التي وضعتها وزارة السياحة وعلاقة المشروع بالوزارات الأخرى، تمام؟ دي الحاجات الرئيسية. لما أجي أعمل مشروع له علاقة مع الموارد المائية يبقى بينظم لي قانون البيئة الرئيسي بتاعي هو قاسم مشترك كله، وما هي القانون وقوانين وزارة الري اللي حطتها اللي لها علاقة في هذه المنشأة. يبقى إذا معناها إن أنا كل الاشتراطات والقوانين واللوائح والقرارات اللي صادرة الوزارية اللي طالعة بتنظم هذا النشاط أو هذا النوع من النشاط سياحي تجاري صناعي لابد إن أنا أذكرها في تقرير تقييم الأثر بيه عشان يعرفوا، عشان يبقى أنا مراعي كل الاشتراطات والقوانين التي لها علاقة بالمشروع. طبعا الترمز اوف ريفرنس برضو لازم تكون شروط المرجعية المفروض تكون ملخصة، وطبعا دي من الحاجات الرئيسية الموجودة في هذا في الليجال اند بوليسي. طبعا المرحلة الرابعة في تقرير التقييم الأثر البيئي ان يبقى عندي وصف لجميع الأنشطة بتاعة المشروع، وكمان مكونات المشروع، المكونات كلها الكومبوننت بتاعته، ومراحل وصف دقيق لمراحل المشروع. عشان نقول طبعا كل ما يكون الوصف دقيق كل ما نضمن ان احنا حددنا الآثار البيئية بشكل دقيق ولم نغفل او ان احنا نهمل اي أثر بيئي متوقع انه يحدث. طبعا برضو المشروع ووصفه واللي اوت بتاعه وايه علاقته بالمشاريع اللي حواليه الاخرى وايه الطرق والباور الطرق بتاعته الاكسس رود هيجي له الطرق المرور الوصول اليه هيتم ازاي، ما هي الطرق اللي هتوصل للمشروع، الباور اند ووتر سبلاي المصادر المياه اللي هتجي له مصادر الطاقه، كل دي لازم تكون مشروحه بالتفصيل. طبعا في وصف المشروع من ضمن الحاجات ان هو اللي اوت بتاعه والحاجات المجاورة لهذا المشروع، المنشآت أو الأنشطة المجاورة له، الريسورس يوز الموارد المستخدمة سواء رو ماتيريال انبوتس، وكمان الاميشن الانبعاثات والويست اللي هيحصل وهيبدأ يكون له تأثير على البيئة. خصائص التشغيل بتاعة المشروع سواء بروسيس العمليات بتاعته والنواتج اللي هتحدث نتيجة تشغيل هذا المشروع. الريليشن شيب العلاقة بقى مهمة جدا ما بين التكنيكال والايكونوميك والسوشيال والانفيرومنتال فيتشرز لهذا المشروع، تمام؟ يبقى اذا لابد نوضح هذه العلاقة، يعني بنقول ان علاقة المشروع ده ايه، ما هي تأثيراته على البيئة، العلاقة كمان الناحية الفنية بتاعته، يعني لما نقول مثلا تقنية معينة ايه علاقتها وبعلاقتها بالبعد الاجتماعي البعد الاقتصادي التأثير على مكونات البيئة كلها، وبنقارن كمان جميع البدائل والأوبشن زي ما نقول بدائل سواء السايز اللوكيشن نوع التقنية اللي اوت نفسه مكان المشروع وضعه فين هنا افضل ولا هنا، الانرجي سورس الريسورس اوف رو ماتيريال ده كله لابد ان احنا ناخده في الاعتبار في مقارنة البدائل. رقم 5 في مكونات تقرير تقييم الأثر البيئي Description of the affected environment وصف البيئة التي ستتأثر من إقامة هذا المشروع. بيبقى عندي أول حاجة Spatial and Temporal Boundaries وصف للحدود الزمنية والمكانية لهذا المشروع. تاني حاجة Biophysical والLand Use والSocio-Economic Condition وصف لكل مكونات البيئة وصفا دقيق، وايه هو الترند او ايه النمط اللي هيحدث والاثار اللي ممكن او التغيرات في البيئه المتوقع انها تحصل حتى بدون اقامه هذا المشروع. برضو من ضمن الحاجات المناطق الحساسه بيئيا والتي لها قيمه لابد ان انا اخد في الاعتبار هذه المناطق وانا باجي اقيم المشروع بتاعي، مثلا لو مشروع هيقع في قرب متاخم على طول لمحميه طبيعيه لا يبقى افضل ان انا اخده في منطقه بعيده عن المحميه، او اذا خدته
في بوردر معين مسموح به قريب من المحمية، يبقى لازم اخد اعتبارات في اجراءات تخفيفية كبيرة جدا عشان اضمن حماية هذه المنطقة الحساسة بيئيا. بعد كده عندنا في رقم 6 البابليك كونسلتيشن والانبوتس بتاعتها، يعني معناها المشاركة الجماهيرية او المشاورة مع العامة. طبعا لابد ان انا اشرح شرح دقيق في هذا التقرير ما هي طبيعة والغرض والنتائج التي وصل إليها المشاركة مع العامة، ولازم أحدد تماما، أكون محدد في هذا التقرير الناس اللي هم أصحاب المصلحة اللي هم الانترستد والناس اللي هم الأفكتد. يعني في ناس مهتمين بالمشروع لهم اهتمام بالمشروع ولهم مهتمين بيه، وفي ناس بتتأثر من المشروع. الطرق اللي استخدمتها عشان إن أنا أبلغ كل اصحاب المصلحه ان في عندي بابليك كونسلتيشن، يبقى لازم اشرح اقول ان انا عملت جلسه استماع للمشاركه العامه او المشاركه الجماهيريه، واستخدمت الادوات التولز ان انا بلغت الناس دول عن طريق اعلام في الجرايد، عن طريق ان انا على الويب سايت بتاع الشركه بتاعتي، عن طريق ان انا بعت للناس الاطراف اصحاب المصلحه بعد ما حددتهم خطابات بان انا هعمل جلسه عشان ادعوهم لهذه الجلسه واعمل لهم دعوه عشان اضمن انهم كلهم شاركوا. فلازم اقول ازاي انا عملت هذا الكلام. برضو يبقى عندي اناليسيس للفيو الكونسيرن اكسبريست، ان يبقى لازم انا عامل تحليل لمشاركة العامة وآرائهم واقتراحاتهم، وازاي ان انا خدتها في الاعتبار في هذه الدراسة. برضو من الاخر حاجة ان يبقى عندي القضايا الهامة اللي محتاجة حلول، برضو انا خدتها في الاعتبار بناء على هذه المشاركة الجماهيرية للعامة واصحاب المصلحة المهتمين بالمشروع. عندنا الـ Environmental Impact and Their Evaluation، الاثار البيئيه اللي انا لابد اشرح ان انا حددت عملت توقع بهذه الاثار وحددت خصائصها وايه التاثيرات اللي تنتج من جراء هذه التاثيرات. وطبعا برضو اكون واخد في الاعتبار ان يبقى عندي هل هذه الاثار متوافقه مع المعايير البيئيه والاشتراطات والسياسات ولا لا، وايه هي الإجراءات التخفيفية اللي أنا خدتها عشان إما أتجنب أو أقلل أو أصلح من التأثير بتاع الإمباكت. تقييم مدى الأهمية وقوة الآثار المتبقية، إحنا عندنا لما بيكون في آثار بتنتج من مشروع بنعمل إجراءات تخفيفية لتخفيف هذه الآثار، لكن بعد الإجراءات التخفيفية لازم أطمئن وأقيم مدى الآثار اللي تبقت، هل هي وزن المسموح به ولا مش وزن المسموح به. آخر حاجة بقول الليميتيشن اللي بتنتج مع الإمباكت بريدكشن لازم برضو أن أنا أتحدث عنها أو أتكلم عنها في هذا التقرير بتاع تقييم الأثر البيئي. موضوع الأثار البيئية والتقييم بتاعها، يبقى أنا لازم أعمل سمري تيبل زي التيبل الموجود قدامنا، بيحدد لكل الترنيتيف، يعني كل بديل من البدائل بعمل له هذا الجدول. في الترنيتيف نمبر 1 مثلا البديل رقم 1 ايه خصائص الامباكت كلها، النيتشر بتاعته والماجنيتيود واللوكيشن والتايمينج والديوريشن والريفرسيبيليتي واحتماليه حدوث المخاطر والاهميه والقوه، وبعملها لكل كومبوننت بقى الاير كواليتي الهيلث الووتر كواليتي. ده طبعا جدول صغير لكن بيبقى جدول كبير جدا، وببدا احدد فيه لكل بديل ما هو مدى الانفايرمنتال امباكت من ناحيه كل الخصائص اللي ذكرناها لكل كومبوننت من كوكانات البيئه، لكل كومبوننت عشان في الاخر اقول مين اقل واحد. والحقيقه برضو بيبقى عندنا في الويتد ماتريكس اللي احنا شرحناها قبل كده وبنقول فيها محورين وبنشرح، يعني لو ترجعوا للماتريكس دي اللي لما قلنا مثال على مين اقل مشروع له تأثير على البيئة، فبنيجي نعمل البديل الأول والثاني والثالث ونشوف أقل واحد بيطلع القيمة بناخده في الاعتبار. عندنا مقارنة للبدائل وتحديد لأفضل، إزاي بنعمل هذا الإيفالويشن إن احنا نقيم البدائل بالإضافة لأقل واحد تأثير على كومبوننت البيئة، وإزاي نعمل المقارنة دي بيزد على بعض المعايير.
اللي انا باخده في الاعتبار لما اجي اعمل هذه المقارنه، اقيم اشوف الادفيرس اند بينيفيشال امباكت، هل الالترناتيف ده مديني بينيفيشال امباكت اكتر من الادفيرس، ايه الافكتيفنس اوف ميتيجيشن ميجرز، ان انا فعلا لما اعمل اجراءات تخفيفيه مدى الكفاءه بتاعتها في انها تقلل هذه الاثار بحيث انها تصل للليميتس والاشتراطات والمعايير المطلوبه. برضو الديستريبيوشن اوف بينيفيت اند كوست سواء لوكالي اند ريجيونالي، يعني انا بقول البينيفيت اللي هتجيلي والتكاليف الاثنين البينيفيت والكوست لابد اخدهم في الاعتبار، الفوائد والتكلفه، واي اذر اوبورتيونيتيز فور كوميونيتي اند انفيرمنتال انهانسمنت، يعني اي فرص ممكن من جراء هذا الالترناتيف ان يبقى عندي في امكانيه ان انا احسن في البيئه والكومبوننت بتاعتها. بعد كده عندنا خطه الاداره البيئيه، ودي بتشتمل على الميتيجيشن ميجرز الاجراءات التخفيفيه، وبتحدد الريسبونسابيلتي مسؤوليات تنفيذ الخطه، بتعمل سكيدول للاكشن تو بي تيكن، ان انا هعمل سكيدول هقول الفتره دي انا هبدا اعمل قياسات الهواء، قياسات الميه كل قد ايه هعملها، وعندي برامج خاصه بالرصد الذاتي وحدد فيها التارجت بتاعي، وهل انا وزن الاجريد تارجت ولا لا، انا مفروض اقول ان لما قست الهواء لقيته ماشي، عندي برنامج رصد ومراقبه بقول ان هو ماشي مع المعايير ولا لا، في عندي استراتيجيه لاداره الامباكت. يعني ايه استراتيجيه لاداره الامباكت؟ يعني معناها ان لو حصل ان في امباكت خرج اكتر من المتوقع يبقى انا عندي استراتيجيه ان انا اتعامل مع هذا الامباكت بحيث ان انا اضمن وصوله للتاثير المسموح به. في بعد كده contingency and emergency response plans، خطط للطوارئ، مثلا لو انا عندي سفن موجوده في المواني والسفن دي فيها ناقلات ناقله للاويل وحصل اويل سبيل، تسرب للزيوت في الميه بتاعه امام المينا، يبقى اذا معناها ايه هي الاجراءات وخطط الطوارئ اللي انا هنفذها واكون محددها وهتعامل ازاي، ولو حصل حرايق هتعامل معاها ازاي. بعد كده في الريبورتنج التقرير والمراجعه. اخر حاجه عندنا هي الابندسيز، وهي طبعا بتبين كل شرح لكل المصطلحات اللي اتذكرت في هذا التقرير، وبتحدد الانديفيدوال والايجنسي اللي انا خدت مشورتهم سواء الهيئات والافراد، سورس اوف داتا برضو بحط في هذه الابندسيز ايه مصادر المعلومات اللي انا واخدها منين، وطبعا الاي اي اي ستادي تيم ممبرز مين هم فريق العمل في هذه الدراسه واللي شاركوا في كتابه هذا التقرير، والترمز اوف ريفرنس للاي اي اي. كده يبقى خلصنا محتويات تقرير تقييم الاثر البيئي، تمنياتي لكم جميعا بالتوفيق ان شاء الله، وطبعا الرد على استفساراتكم احنا جاهزين للرد في اي وقت، وربنا يوفقكم ان شاء الله ونخلص على خير وتتخرجوا بتقدير كويس وتبقوا مهندسين ان شاء الله ومهندسات في اماكن كويسه، وتمنياتي لكم جميعا بكل خير، والسلام عليكم ورحمه الله.